موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس أساسات بنايات سكنية قيد الإنشاء في ضاحية رأس شحادة قرب مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبورديني إن القيادة الفلسطينية تدرس المطالبة بعقد قمة عربية طارئة إذا ما تمت الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة إليها. في موضوع آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله وأعضاء الحكومة كافة سيتوجهون إلى قطاع غزة غدا الأربعاء. عقدت مجموعة بهمتكم المؤتمر الوطني الأول للشباب ذوي الإعاقة، والذي يهدف لتفعيل دورهم وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي فيما يتعلق باحتياجاتهم. نظم الاتحاد الأوروبي ووزارة شؤون المرأة ورشة عمل في مدينة رام الله حول آلية الدعم الفني وتبادل المعلومات لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. أما غدا فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط الأمطار فوق مختلف المناطق. لمزيد من الأخبار والتفاصيل والتقارير المصورة، تفضلوا بزيارة موقع وكالة وطن وطن.tv. ختام الموجز، بأمان الله.